أما هلأ نرمين ننتقل لمساحتنا الطبية لليوم، ورح نحكي فيها عن النوبة القلبية. هي مرض صامت يداهم المريض فجأة، لكن في هنيك كثير من الدلالات تسبق النوبة القلبية أو إشارات ممكن ينتبه إليها المريض. لنحكي عنها أكثر، كيف فينا ننتبه للنوبة القلبية وخطرها. معنا الدكتور أحمد العايد، استشاري في أمراض القلب والقسطرة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وشكرا لكم. يسعد صباحك دكتور واهلا وسهلا فيك. النوبه القلبيه للاسف هو نوعا ما من الاعراض الشائعه. خلينا نحكي عن ابرز الاعراض يلي بتهيئ او فينا نقول بتنبئ بوجود مرض النوبه القلبيه. هلا الحقيقه في ثلاث انواع اساسيه من النوبه القلبيه. في نوب التسرع اللي ممكن تصير، هي قليله نسبيا. في نوب قصور القلب اللي ممكن ندخل المريض بشيء بنسميه وزمه رئه. وفي الأشيع والأكثر يعني الناس تعرفه هو نوب نقص التروية أو احتشاء العضلة القلبية. هي النوبة القلبية المعروفة إجمالا، واللي هي الأخطر واللي هي الأهم نسبيا، واللي ممكن يكون إلى عقابيل كتير كتير سيئة. يعني فينا نقول هي العلامات بتدل على نوبة قلبية وهي الأخطر. بس خلينا نحكي بعض المعلومات الطبية لكل الناس اللي عم تشاهدنا قبل، يعني اللي بيحس مثلا انه عنده هي الاعراض، شو الاجراءات اللي لازم يتخذها؟ لانه نحن بنعرف انه النوبة القلبية هي على دقائق، يا فعلا انت بتقدر تنقذ المريض وتنقله للمشفى ببعض الخطوات، يا اما ممكن الشخص يخسر حياته. صحيح. الحقيقة هلا اول شيء لننتفع على شيء اساسي، انه ممكن تجد النوبة القلبية بدون اي اعراض سابقا، بدون اشارات صحيح. او اعراض منبئه. لكن هي قليله الحقيقه. هلا بالتدقيق بقصه المريض، لما ندقق مزبوط المرضى اللي بيجونا مثلا باحتشاء عضله قلبيه، بنكتشف انه صار له اسبوع اسبوعين ربما او اكثر، في شويه اعراض خفيفه بسيطه ما بينتبه لها او بيهملها، انتبه لها واهملها ما اخذها بعين الاعتبار، باعتبار بتكون خفيفه وبسيطه، لا يوصل للمرحلة اللي هي النوبة القلبية أو احتشاء العضلة القلبية. يعني مثلا ممكن بالبداية يصير شوية ألم بالصدر، ممكن يكون له علاقة بالجهد أو ما يكون له علاقة بالجهد. بعضهم بيحسوا حتى بأعراض هضمية، يعني ممكن يكون غثيان، ممكن قياء، ممكن ألم شرسوفي بنسميه بمكان المعدة مثلا. فهذا المريض بيكون هو عنده مشكلة بالجدار السفلي لعضلة القلب، بس ما عرفان. وفي بعضهم بيراجعوا حتى زملائنا أطباء الهضمية ليطلبوا المشورة بهيك حالة، هو بيكون مشكلته قلبية. أحيانا بيكون مثلا على المشي بيصير لهتة، في ضيق نفس مثلا، كمان ما بينتبه له أو ما بيعير أو بيفسرها تفسيرات أخرى غير منطقية أو مو حقيقية، ما أخذ بعين الاعتبار، ما فحص حاله، يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين وقع بالنوبة القلبية، اللي هي ممكن تكون فعلا مثل ما تفضلتوا ممكن تكون قاتلة، خاصة خلال المرحلة الأولى. فإيه في أعراض منبئة بنسميها أو إشارات أو أعراض بسيطة تسبق النوبة القلبية، اللي هي باختصار ألم، ممكن ضيق نفس، ممكن خفقان، ممكن أعراض هضمية أحيانا تسبق النوبة القلبية الرئيسية اللي ممكن تجي فجأة وقتها. دكتور احنا حكينا عن الأعراض يلي بتنبئ أو الإشارات يلي بتنبئ بوجود مرض النوبة القلبية، ولكن خلينا هيك نعرف المشاهدين أكثر علميا عن هذا المرض. شو تعريفه؟ شو بيسوي بالقلب؟ هاي النوبات ممكن تتكرر؟ خلينا بس نوضح هي المعلومات. هي النوبة القلبية بتجي نتيجة مشكلة بالشرايين المروية لعضلة القلب. بيكون في تضيق بالشريان. هلا ممكن يكون يعني صار التضيق او الانسداد بشكل مفاجئ، لكن الغالبيه ما بيكون مفاجئ مثل ما حكينا، بيكون تدريجي، تضيق تدريجي بالشريان ليوصل لمرحله حرجه، مرحله شديده، وقتها بتظهر الاعراض. فبظن انه اليوم صار معه المرض او مشكله الشريان، الحقيقه لا، هو صار له فتره لكن اليوم ظهر نتيجه مشكله معينه او شيء اخر، يعني صار اظهر هذه المشكله. طبعا تضيق الشرايين بينتج عن عوامل بقى كثيره، على راسها مثلا التوتر النفسي احد الاسباب، التدخين، التبغ، منتجات التبغ، الكوليسترول والشحوم، ارتفاع الضغط،
سكري مثلا، هي كلها عوامل خطورة. في هلا المتلازمة الاستقلابية بنسميها الميتابوليك سندروم، هي اللي بتيجي عند الناس البدينين اللي عندهم شوية صحة مثلا، اللي بصير عندهم ارتفاع ضغط نتيجة الصحة، ارتفاع سكر، ومو شرط يكون سكر نموذجي نظامي، ممكن يكون الحالة ما قبل السكري بنسميها. يعني بيعمل تحليل بيلاقي السكر مثلا بالمية للمية وعشرين، هو بيعتبر حاله طبيعي، هي لا، هي حالة ما قبل السكري بنسميها، مو سكري، ما قبل السكري. حتى هالحالة بتأذي الشرايين تبع القلب، ممكن تهيئ للنوبة القلبية. طيب دكتور، كمان ذكرت يمكن نقطة كتير مهمة، بعض الأعراض ممكن تكون تظهر، بس يمكن نحن للأسف عندنا ثقافة عامة، نحن لما يكون الألم شديد أو الحالة اشتدت نتجه إلى الطبيب وبنحمل حالنا آلام فوق طاقتنا. بس مثل ما قلت يمكن بعض النوبات بتيجي صامتة، وبالآونة الأخيرة عم نشوف مثلا أصغر عمرا، يعني فجأة بنلاقي يعني خبر مثلا عمره 25 سنة اجته فجأة نوبة قلبية. هاي الصامتة كيف بتجي؟ يعني أبدا ما فيها دلالات. وإذا بدنا نفرق بين النوبة القلبية والسكتة القلبية، شو الفرق؟ طبعا هلأ في شيء اسمه احتشاء على عضلة قلبية صامت، هذا بصير بحالات معينة. مثلا مرضى السكري معروف أنه يصير عندهم اعتلال أعصاب، فممكن يصير في عندهم مشكلة بالإحساس بالألم، وبعضهم بالعكس بصير عندهم فرط إحساس بالألم نتيجة اعتلال أعصاب سكري. يعني ممكن مريض سكري حتى بالأطراف ممكن إذا عم يتدفى فرضا تنحرق إجره ما يحس بالألم لهذه الدرجة بتوصل. فهذا حتى لو صار عنده احتشاء عضلة قلبية أو نوبة قلبية ممكن ما يحس عليها، ما يحس بعرض اللي هو الأشعة، هو الألم بس. دائما بيكون في أعراض تانية، مثلا ضيق النفس، التعب، الوهن، هذا بيكون موجود. فإذا نحن الرسالة اللي نحب نوجهها للسادة المشاهدين أنه أعراض القلب ليس هي الألم الصدري، شيء آخر. مو كل ألم صدري يعني هو مشكلة في القلب، وهي يمكن نشوفها على التلفزيون بالدراما أنه بيقول لك ألم تلاقي واحد تماما. فهي كمان مو كل ألم صدري هو منشأه القلب، لكن كل أعراض صدرية سواء كانت هي ألم صدري أو ضيق نفس أو الأعراض الهضمية اللي ذكرناها، هي تستوجب فحص طبي، تستوجب إجراء تخطيط إيكو قلب. هي الإجراءات اللي دائما نحن بنقول إجراءات. في فرق بس بين النوبة والسكتة؟ في فرق بين النوبة والسكتة القلبية؟ بالتأكيد. السكتة القلبية هي توقف مفاجئ للقلب، قد تكون نتيجة اضطرابات نظم مو شرايين، يعني ما لها علاقة الشرايين تبع القلب، قد يكون اضطراب نظم. في اضطرابات معينة بتصير شذوذات بكهربائية القلب تؤهب لهالشيء هذا. كمان للأسف يعني بنحب النوايا أنه هاي الاضطرابات الكهربائية في القلب يمكن اكتشافها بتخطيط قلب كهربائي عادي اللي موجود بكل عيادة قلبية، يعني قبل ما تصير المشكلة. يعني هاي بتكون هي أساسية موجودة، وعلى فكرة بعضها ولادي، بعضها خلقي، وبعضها مكتسب. مع الوقت ممكن تصير هالشذوذات الكهربائية اللي هي صامتة ما بتعطي أعراض، تجي فجأة. لكن الحمد لله أنه هي نسبتها قليلة، يعني نسبيا، يعني قدام 100 نوبة قلبية ناتجة عن تضيق في الشرايين مثلا، ممكن نلاقي حالة أو حالتين هي توقف قلب مفاجئ نتيجة اضطرابات نظم. دكتورة خلينا نحكي كمان عن إذا في أو أما توقيت معينة الأشخاص بيصيروا معرضين أكثر للإصابة بالنوبة القلبية. بنسمع عن أشخاص أنه ممكن ينصابوا فيها الفجر، في شيء تفسير علمي لهذا الموضوع؟ صحيح صحيح. هلأ هي الحقيقة النوبات القلبية ما لها توقيت محدد إجمالا، لكن هي ممكن تكسر ليلا وخاصة بساعات الفجر الأولى. بجسم الإنسان في ساعة بيولوجية، الساعة البيولوجية بنقصد فيها الإفراز الهرموني اللي مختلف حسب ليل أو نهار، حسب نايم أو فايق، هي كلها إلى دور. فمثلا بساعات الفجر الأولى بصير إفراز كاتيكولامين بكمية كبيرة جدا جدا. هالكمية الكبيرة بتؤدي إلى تسرع في القلب وارتفاع الضغط، فممكن تصير النوبة بهالوقت هذا. طبعا بالإضافة لبعض الأشياء اللي ممكن تصير حتى قبل ساعات الفجر الأولى بالليل، يعني ليلا ليلا بصير كمان في اضطرابات هرمونية مسائية ليلية اللي بيساهم فيها أكثر. الشدة النفسية اللي بتكون، اللي غالبا هي بتكون ليلية الحقيقة،
زائد موضوع الطعام، الأكل، العشاء المتأخر اللي ممكن يكون دسم، ممكن يكون تقيل. فالطعام اللي بيصير بعد مثلا الساعة 7 أو 8 مساء يحمل خطورة إضافية على القلب. بالإضافة لعامل كتير مهم نحن عم نشوفه عنا الحقيقة، هو موضوع الدخان وخاصة الأرجيلة، ومعظم جلسات الأرجيلة عم تكون ليلية. بيقعد الشاب أو الصبية الله يحمي الجميع، بتلاقي ممكن راسين ثلاثة أرجيلة بجلسة واحدة، بيروح على البيت ممكن كمان يأكل أو يأكل أثناء وجوده بجلسة الأرجيلة، يصاب بأزمة قلبية ليلا. بتكون تكاملت المعطيات كلها وتكاملت عوامل الخطورة كلياتها. فطبعا هي ليلا أكثر لهالأسباب. هي في أسباب هي فيزيولوجية بجسمنا، وفي أسباب نحن عم نعملها الحقيقة نتيجة خلينا نقول سلوكيات خاطئة أو ممارسات خاطئة على رأسها موضوع الدخان أو الأرجيلة. وللأسف يعني سنويا تقام دراسات على خطورة التدخين، وكل العالم بعدها عم تدخن وبازدياد للأسف عم نشوفها اليوم. بس خلينا دكتور نحكي الفترة الزمنية، يعني إذا ما بدنا نخوف الناس كتير، لأنه دائما نحن مفهوم النوبة القلبية والسكتة القلبية بنشوفها عبر الأفلام أو الدراما أنه هي تؤدي إلى وفاة الشخص. الفترة الزمنية كيف فيني أنا مثلا المحيط، يعني كيف في يتعامل مع المريض وينقله للمشفى، قديش معي فترة زمنية وأنا ممكن خلالها أنقذ حياة هيدا الشخص؟ إذا كان الموضوع عم نحكي عن السكتة القلبية، هي دقائق، هي فقط دقائق، دقائق فقط لا غير، ماكسيموم حد أعظمي 6 دقائق بتموت القلب خلاص. أما إذا عم نحكي عن النوبة القلبية التقليدية العادية اللي هي احتشاء أو هي طبعا تاخد وقت، معنا فرصة منيحة ممكن ننقل المريض على المشفى، ممكن تستمر دقائق ساعات حتى. وممكن دائما في شيء بجسم الإنسان العضوية تدافع عن نفسها، يعني لما يصير في مثلا خسرة بتحاول العضوية، بحاول جسم الإنسان يحل الخسرة. بس المشكلة ممكن ياخد وقت أكتر هذا الموضوع. في إجراءات خاطئة ممكن تأثر سلباً؟ ممكن طبعاً. هلأ أهم إجراء خاطئ هو أنه يبذل جهد. يعني بصير عنده نوبة، بصير عنده ألم بصدره، هو ماشي بيكمل مشي مثلاً. في ناس بيحبوا يختبروا حالهم أنه إذا مشيت شو راح يصير. لا، لما يصير في ألم أول إجراء تعمله أنه الراحة التامة، حتى لو كنت بالشارع أقعد على الرصيف، أقعد ريح حالك، راحة تامة. الراحة بتقلل من جهد القلب، بتقلل من حاجة القلب للأكسجين وللدم، فبالتالي بتخفف من حجم المشكلة اللي صايرة عند المريض. الشغلة الثانية نقله إلى أقرب مشفى. ما في إمكانية نقول والله، يعني هلأ شائع أنه والله خد أسبرين أو خد مثلا حبة تحت لسان أو صحيح. هي للمرضى المشخصين المعروفين عندهم نقص تروية بنقول لهم هالأشياء هاي، لكن مريض لأول مرة بتصير معه أصلا احنا ما ميزنا شو الموضوع، لسه ما تشخص معنا هل هو فعلا أزمة قلبية أو تسلخ شريان أبهر فرضا. وقتها هالإجراءات ممكن تسأله، أو نزف مثلا إذا أعطينا أسبرين ممكن يسأله. فهلأ المريض اللي بيعرف حاله هو مريض قلب عنده شوية نقص تروية، طبعا لما يصير فيه ألم بالصدر فورا يتناول أسبرين، أكيد هذا أكيد. أما اللي مو معروف وشاكين فيه نحنا ما بنقدر نحن نباشر بهالإجراءات لحتى نتأكد من التشخيص. بالمناسبة التشخيص ما بياخد أكتر من 2 لـ3 دقائق، لأنه تخطيط القلب بياخد هالفترة هاي، بالتخطيط فورا بينكشف معنا. في تحليل دم ممكن نعمله كمان خلال دقائق بيطلع، كمان بيأكد التشخيص هل هو فعلا هي نوبة قلبية ولا لا شيء آخر. أحيانا أعراض هضمية تشبه أعراض القلب، نجي إذا أعطيناه أسبرين ممكن يكون نزف هضمي منزيد المشكلة فرضا. لذلك نحن اللي منقوله أول شيء الراحة التامة، ونقل المريض إلى أقرب مركز صحي أو مشفى ليتقدم له الرعاية المطلوبة وليتقدم له التشخيص الصحيح اللي نقدر من خلاله نقدر نتصرف بعدين وننقذ المريض. دكتور بالختام خلينا ناخذ من حضرتك نصائح، خصوصا حضرتك خلال الحديث عم تحكي عن اعراض قلبيه هي ممكن تتشابه مع كثير من امراض كمان قلبيه او يمكن امراض ثانيه، ولكن للاسف هي شائعه ولكن بيتم اهمالها من قبل الاشخاص، يعني احنا بس بنشوف من المحيط اللي حوالينا. فخلينا نقدم نصائح اخيره. اول شيء الدخان والارجيله بلاهم،
الوفيات السنوية من الدخان عالميا 8 ملايين إنسان بيموتوا صحيح. سنويا. كورونا هالوباء اللي مخيف المرعب اللي صار خلال سنتين ونص قتل 5 ملايين إنسان. فالدخان عم يقتل أكثر من 3 أضعاف من وباء عالمي. الوباء العالمي هذا اللي هو الوباء الحقيقي هو الدخان. الوباء الثاني هو البدانة. البدانة الأكل غير صحي. الوباء الثالث هو قلة الحركة. وباء حقيقي هذا فعلا. نحن قبل مثلا فترة زمنية ممكن 50 سنة 60 سنة 100 سنة كانت الناس تمشي كتير، كانت الناس تحمل أغراضها، تحمل صحيح. كان في جهد عضلي كتير كتير كبير يعملوه، في همة أكتر، في همة، في نشاط، في حركة. كان إلى زمن قريب كانوا طلاب المدارس مثلا ممكن يمشي 2 كيلومتر 3 كيلومتر ليوصل لمدرسته. الآن الأوتوكار بتوقف على الباب صحيح. الأم ما بتطمن إلا تشوف الابن من البيت للأوتوكار للمدرسة. هي مشكلة كتير الحقيقة. طبعا وقص على ذلك كل الطبقات أو كل الفئات العمرية اللي موجودة بالمجتمع. إذا الدخان وباء، والبدانة وباء، وقلة الحركة وباء. يختصر بكلمتين النصيحة الأخيرة: eat less move more، كل أقل وتحرك أكثر. مثل ما قلت يعني يمكن الوقاية خير من قنطار علاج، فكتير في عوامل بتساعد لتسوء صحتنا، ونحن بإيدنا هيدا القرار لنحافظ على هي الصحة، لأنه الصحة بالأخير صح. تاج على الرأس، لازم نحافظ عليه. بالختام نشكرك دكتور أحمد العايد، استشاري في أمراض القلب والقسطرة، نشكرك على وجودك معنا. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية.